مرحبا وياكم باص الحداد ريماكس بريمير توربو تيم يسمونه باص الحداد تيم اليوم حلقه 43 حنتكلم مواضيع ما تخص من في حلقة حلقة على السوق والماركت او المورجج او الصعود والنزول وفر برزنتيشن لا اليوم الحلقه حتكون غير شكل تتناول التاكس ال اللي تدفعوه الكابيتال جين هوايه يسالون ما كنت تعرف انه حتى انا ما اعرف اجاوبهم بالضبط اخاف لا اجاوب غلط بس قدرت اجمع معلومات من المحامين من المحاسبين طلبت من هوايه محامين او محاسبين يسوون فد لقاء او نحكي بس ما ولا واحد ما قدر يعني مع الاسف فلقدرت احصله تقريبا معلومات بدي احكي لكم اياها بالضبط شو انا تصير خليت كلكم اتكلم اتكلم اول شيء على الكابيتال جين شنو معناها بالضبط كابيتال جين هو من تشتري بيت وتبيعه يو ان فور 5 يعني مو سكن مالك لان انت اللي من يعبر سكن مالك بعد السنه ما يصير عليك تاكس او كابيتال جين او اي شيء بس هي انت حتى يفلبت يو ات وتسوي فلوس تبيعها وتسوي فلوس تدفع كابيتال جين هواي يخافون من عندها يقول لك انا صح تروح الحكومه 60% تروح الحكومه لا حبيبي ماكو شيء هو 25% تروح يا صح 50% من ال 50% ما, ما يشوفون بيها في الحسابات بس بالاخير تطلع 25% يعني انت تربح 100000 تدفع 25000 يا اخي ادفعها التاكس هم احسن لك شوف انه تفسست مالك عاليه باكر تشتري بكامل بيت البيت بيتين وتلافر بالنقطه تطيلك فاني افضل واحد يدفع تاكس ما عندي اي تهرب من الشغلة وما ما اريد انه اي واحد يصورها انه مو زينه لا ادفع وتقدر تشتري باكر بيت يعني وثلاثه واربعه فهاي بس الكابيتال جين تصير من تبيع البيت جوا السنه وانت ما مسجله يعني انت عايش بيه لو بس تعيش بيه سنه ما حتدفعها هاي الكابيتال جين خلصناها نبدا موضوع الاخر اللي هو الاتش اس تي الاتش اس تي هو يخص مو اللي تشتري انت القديم او اللي تسكن بيه او العمر 10 سنين او ثلاث سنين تدفع اتش اس تي لا الاتش اس تي فقط هي داخل انت البيت من يعني يسموه بري كونستراكشن مثلا كوندو الشقق اللي ياخذوها جماعتنا نوايا ياخذوا مساجا وتورنتو وفون وريجمونتيل يسجلون عليها يستلموها بعد ثلاث سنين او اربع سنين او حتى لو يسجل عليها بعد ست شهور او سنه تستلمها هاي تكون خاضعه اتش اس تي دير بالك دائما انا انصحكم من تشتروها قولوا للبلدر خلي يضيف الاتش اس تي عليها حتى تصير ويا المورجج اذا ما تسوي الاتش اس تي انت تضيفها عليها شويه بيها مشاكل شنو المشاكل من انت تجي تبيعها بعد ثلاث اربع اشهر تكون مشمول بدفع اتش اس تي لان هذا هو مو سكن مالك الى حد السنه اذا انت تحولت بها ونقلت الدرايفنج لايسنس مالك والهيلث كارد والانشورنس مال السياره وكله وصار السكن مالك وتبيعها بسنه حتى قسم يقولون مو سنه تسعة شهور ثمان شهور هي ترى اتس اوكي هذاك الوقت انت ما عندك لا اتش اس تي ولا كابيتال جين بس اذا انت ما تحولت بها وتبيعها خلال ثلاث اربع اشهر انت مشمول بال اس تي والكابيتال جين وكل هال اتش اس تي مو على بالك تدفع 13% لا تقريبا على كل كل 400 الف تقريبا تقريبا 23 الف دولار أو 22 الف دولار حسب ما شلون يحسبوها بها فت كالكوليشن بس هو تقريبا 22 23 الف على كل 400 الف دولار حسابه يختلف من مبلغ الى مبلغ بالحقيقه أه ما بيها التهرب من عدها الصعبة هاي يعني يرجعوا لك بعد سنة سنتين ثلاثة أربعة فأنا دائما أقول يا ناس أجروها وبيعوها أجروها بعد سنة وبيعوها ناس تقول لي شلون أجرها مميزة لازم يكون سكن عليها وأنت تقول درايفنج لايسنس تسجل عليها لا اكو يسموه اتش اس تي ريبيت رينتال يعني انت لك حق تاجرها يكون شويه تدفع يعني مو الاتش اس تي كامل بس شويه ينشال من عند نسبه يسموه ريبيت مال رينتال فتقدر تاجرها سنه سنتين الاتش سي تدافع على البلدر حيرجع لك تقريبا 90% او اكثر مرات من تقول لهم انت سنتين ثلاثه ما ما حتقول لهم على اتش اس تي شوف شرجوك اكثر لان اكو انترست ياخذون عليها من هذا المبلغ ولهذا يزيد فانت دائما اذا دافع على اتش اس تي سوي ريبيت ويرجع لك اذا ما دافع اتش اس تي انت للبلدر واجرتها لنفرض اذا حد دفعه بس يرجع صدقوني يرجع يرجع مو 100% يرجع 95% لا تخافون من يجي عليه يقول لك ادفع تي ادفعها بس تبقى نصيحتي ادفعها ويا البلدان لان شنو حتروح من الموقف هوايه ناس انا اشوفهم اه اوكي واحد بيهم ابني اخذ شقه ونفس الشيء اتش اس تي عليه تعال ادفع المبلغ بالنسبه له شويه كبيره 24 25000 دفعت له اياها ما قدر يدفعها او لازم كان ياخذ انا في من البنك او شيء بس لو كان مخليه على المورجج كان لا هو من البنك يعني ندفع وكان اوريدي رجعت له تشيك كاش ما يقارب 23000 دائما اني اقولها بهاي الشغلات تانوا بها وسالوا المحاسبين مالتكم وسالوا المحامين هواي حي محاسبين حيناقشوني هسه انه عندي أغلاط يمكن بالحكي مالتي حكون كلش فرحانه قال له توصل تصحيح مالكم الى هذول الناس خطيه اللي ما يعرفون شنو المعلومات فارجوكم صححوا لي الحكي وكتبوه حكون جدا سعيد ما ازعل ولا حشيل التعليق مالك مو مثل غير يعني جماعه يقول لك تعليق اي شي لا بالعكس احترم رايكم كلكم واذا اي محامي ساعدني بالشيء اللي حكيت هذا انه بيغلط رجاء حولي ومحكم سعيد انا يوم استفاد من المعلومات انا يوم ابيع واشتري ويهمني اللي اعرفه متاكد منه كابيتال جين بس الباقي من الشقق يعني معلومات يمكن 95% صحيحه أنا اشكركم متابعه هذا الموضوع تقدرون تصلون بي, بي شراء بيوت تعرفون مثل ما قلنا توربوتيم احنا متكونين من خمس اشخاص باسل حداد ريماكس بريمير 416-889-2666.